دكتورة تغريد هلال، استشاري ورئيس قسم القلب في المركز الطبي لسكة الحديد، عضو شعبة التعليم الطبي المستمر بالجمعية المصرية للقلب. احنا النهاردة بنتكلم على القاتل الصامت او ارتفاع ضغط الدم. هو قاتل صامت ليه؟ لان هو ملوش اعراض. ممكن يبقى الشخص عنده ضغط مرتفع فترة طويلة من غير ما يكون عنده اي دراية او اعراض. عشان كده احنا لازم نبقى زي ما نبقى عارفين ان احنا عايزين نعرف وزننا كام او طولنا كام، لازم نبقى عايزين نعرف ضغطنا كام. نبقى عارفين ان احنا بنقيسه يعني مرة كل فترة، سنة سنتين، او نبقى في دراية بمستوى الضغط بتاعنا. لانه لو احنا ما قسناهوش ممكن حد يبقى عنده ضغط مرتفع ولفترات طويلة وندخل في عواقب ومضاعفات ارتفاع الضغط بالنسبة للأجهزة المختلفة للجسم من غير ما نتبع التغييرات في نمط الحياة او ان احنا نبدأ ناخد اي علاج لهذا الضغط المختلف. فالنصيحة ان لازم كلنا نحاول ان احنا نقيس ضغطنا في اي عيادة، في اي مستشفى، واحنا رايحين عند اي مكان فيه خدمة طبية نطلب قياس الضغط، ونبقى مطمئنين ان احنا في المستويات الطبيعية اللي لا تحتاج ادوية. بالنسبة لمريض الضغط مهم قوي زي ما هو بياخد الدواء الادوية، مهم ان هو يغير نمط الحياة بالنسبة له، الاكل الصحي، البعد عن الاملاح وزيادة الملح، دي مهمة قوي ان احنا نتجنبها في الاكل. ممارسة الرياضة من الحاجات اللي بتساعد على خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية في الجسم. الاكثار من الطعمة اللي فيها البوتاسيوم زي البطاطس وزي الموز من الحاجات المهمة. المتابعة الدورية واخذ الدواء بانتظام. لو انا اتشخصت مريض ضغط ما ينفعش ان انا بطل الدواء من نفسي واقول ضغطي اتحسن وابطل الدواء، لان ده بيسبب مشاكل ويرجع الضغط تاني يعلى وتبقى فيها صعوبة في التحكم او ضبط الضغط بعد كده. فلازم المتابعة عند الدكتور ولازم تغيير نمط الحياة.